انا رانا في خمس سنين ولا ست نجرو على الاراضي والسكنات، ما كان والو الا كل ثلاث ديما يرولو فينا يرولو فينا، ما كانش، ما عرفناش لا خدمه لا سكن، ما عرفناش واش نديرو. تاني تقول لهم روحنا حرق تموت، مانيش عارف، ما عرفناش وين نروحو دركا. الناس هذه تشوف فيها كاع صواريه ما عندها والو، هذه وحده، وقاعدين راها في الولايه راه شاف دايره وراها تمشي كيما باش يخرجوا لنا ديريكت واش كاين، كاين ما كانش. حنا ماذا بينا يقسموا علينا الاراضي، راهم يقولوا باللي طلعت لا ليست، رانا نسمعوا برك. ما كانش، ما ابليكاوهاش غير هكذاك. ايه، وكاع الشباب اللي راك تشوف فيهم راهم مضرورين. وكاين شباب توفوا وما داوش قطاع الاراضي هذه. النداء لوزير السكن، ماذا بينا يا ودي تجي تزور هنا وتجي تشوف احوال بلديه بنوره وتحاول كيفاه تحل المشكل تاع التاخير هذا. والمواطنين يكونوا على يقين باللي احنا راح نبدلوا كل ما في وسعنا ان شاء الله ان نحلوا هذا المشكل.